عم نسمع كتير هالأيام عن تقنية النانو، بس نسمع واقي ونانو سوا كيف زبطت هاي؟ تلقت كلية الطب في جامعة بوسطن ومركز بوسطن الطبي جائزة بقيمة 100,000 دولار من حيث التحدي الكبير للاستكشاف Grand Challenge Exploration لتطوير واقي ذكري أفضل، حيث أثبتت مؤسسة بيل أند ميليندا غيتس قدرتها على الدفع نحو تطوير الحلول المعتمدة على تقنية النانو لبعض من المشاكل التي تواجه العالم، مثل تطوير نظام لتعقيم المعدات الطبية حتى في الأماكن التي لا يوجد فيها كهرباء. كانت آخر منح التحدي الكبير للاستكشاف التي قدمتها المؤسسة موجهة لتطوير الواقع المتواضع الحالي، حيث منحت المؤسسة 100,000 دولار لجامعة مانشستر لتطوير الواقع في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي باستخدام مادة الجرافين لتعطي منتج عرق ولكن بنفس الوقت أقوى. بعد أن أصبحت جامعة مانشستر مركزاً للدراسات والبحوث حول مادة الجرافين، فقد أصبح من الواضح أن أي جهد لتطوير الواقي الذكري باستخدام مادة الجرافين سينطلق من هناك. لكن مؤسسة غيتس لم ترد أن تحد من منظور أو زوايا التطوير للوقاية باستخدام الجرافين فقط، لذلك تم الإعلان عن أن جامعة بوسطن للطب ومركز بوسطن الطبي تلقوا منحة التحدي الكبير بقيمة 100,000 دولار لتطوير الواقي بحلول نانوية أخرى. تقول البروفيسور ديكسر كام في جامعة بوسطن قسم الأشعة: نتطلع لاستخدام تقنية النانو لابتكار واقي فعال ولا يقلل الإحساس بنفس الوقت، مما يساعد على إقناع المزيد من الناس لاستخدام الواقي وتقليل خطر العدوى بالأمراض المنتقلة جنسيا. تقنية النانو التي يخطط أطباء جامعة بوسطن لاستخدامها في واقعهم المطور هي استخدام جزيئات نانوية محبة جدا للماء Super Hydrolific Nanoparticles تغلف الواقي وتحبس المياه، مما يجعله أكثر مرونة وسهلا للاستخدام. نحن نعتقد أنه بتعديلنا للقوى الميكانيكية التي يختبرها الواقي سنستطيع بشكل نهائي أن نجعل الواقي أرق ونقلل الاحتكاك، وبالتالي تقليل عدم الارتياح الذي يصاحب الاحتكاك بما يزيد المتعة وأيضا استخدام الواقي، وبالنتيجة يؤدي إلى خفض حالات الحمل غير المرغوب بها ويقلل الإصابة بعدوى الأمراض المنتقلة جنسيا، وذلك بحسب الطبيبة كام في إعلان صحفي. لذلك من الواضح أن السباق قد بدأ، فهل ستكون جزيئات النانوية عالية القطبية أو الجرافين هي الحل النانوي لمشكلة الواقيات، أم ربما الاثنان سوية؟ في النهاية لا يحضرني سوى مقاله سعود السنعوسي في روايته ساق البامبو: هناك من يمارس الرذيلة لإشباع غريزته، وهناك مع الفقر من يمارسها لإشباع معدته، والثمن في حالات كثيرة أبناء بلا آباء، لأنه في نهاية المطاف ليس عدد الأولاد ما يهم بل نوعية الأطفال وكيفية تربيتنا لهم. برأيكم هل منتج جديد ممكن يجعل البلد لعنا، خصوصا مع الميزات الجديدة والمستوى الكبير من الأمان اللي بوفره، خصوصا في ظل مشكلة تنظيم الأسرة والانفجار السكاني اللي بتعاني منه سوريا؟